الديزيني هذا حلو ظريف. قديش قياسه؟ 36. طيب لبنتي هات 38. هاي ايه؟ طيب كثير ماشي كثير حلو حرير صار حرير حرير صار بالدخول يعني مو مصنع تصنيع يلا حرير حرير اصلي ايه طيب الشارع الحمراء شفتي كل شيء ظريف بس ما قلتي لنا شو صار بس حتى لقيت كذا شايفه بس شو حلوه هك اطيب منيح لا هو يعني شوفي تقصير تقصير الواحد يحكي الدغري لا حليت هذا ظريف طيب ماشته ظريف ماشته هذا قديش معاسه؟ هذا 34 وبعدين؟ 34 44 هو هذا هلا يا ام احمر طمنيني لقطي جايتك بالحكي لك صحتين عوام حشي حشي كلي على قلبك حياتي يعني يا ام احمد فحمتي لي قلبي يعني لقطي رويدة خانم ما بدي احكي قدام بنت اختي عوام المهم انا وماشيه بشارع الحمرة عم بتطلع هيك التفتت على واجهها لقيت وش على البلور بعرفه التفتت رديت اجت عيني بنص عينه لمحدين للمحاسب تبعه اي مدي ايدك امسكي يا وهاب
قلت لحالي وصبت يا خيرات هون بتتجمع العصابة ولازم هذا هو الراس الكبير. ويا على قامتي يا عوا عم تتوجعي تقبريني اجتك المغصى؟ عن اذنكم لحظة لأنه مصاب حماسي. لك شو بدك خالتي؟ لك شو بدك عيونك؟ ما تصدقي امسكي قوام شربي. لك شو صار لك لخالتي؟ رح تبص عيونك انت عم تاكلي، طولي بالك شوي ما بخلي الشغلة بس طولي بالك حاجة تاكلي. المكدوس خالتي بلش هيك ناشف. لك ايه انه مكدوس هيك؟ ايه 100 صحن قدامك حامض حلو على الفان على ضراب الصحن. خالتي الشغلة جرت بعضها اشتهيت مكدوسي اكلت عم هفت نفسي على المربى بعدين حليت كثير اندرجت هفت نفسي على الزيتون يعني مره احمض ومره احلى وهيك القصه يعني جرت بعضها. لك عواد خلصيني بقى الله يرضى عليكي. اذا المونه مو الك بطنك مو الك مالك تعبانه انت بالمونه بعدين حاجه تخبصي مشان الولد. مش انا ليش عم باكل مش مشان الولد؟ اخصمي لي اياها هلا لمي لي السفره وقيمي لي هالصحون من خالتي ضبيهم بالمجلى حطي لي دول على النار لا تلاقي
هنا ما شفت حالي إلا مجنوفة على الصيف. طيب والمصاري؟ هالمصاري لا مصاري ولا يحزنون، غالي بالزفت رجع اختفى، ما عاد له أثر بالأوتيل ولا بغيره، انشقت الأرض وبيعته. والمصاري اللي أعطاك إياها؟ طلعوا من الجمل إدنه، ما بيعادلوا ربع اللي لهفن مني. إيه وبعدين؟ أنا شو قلت؟ بجيب لي غرضين، بعوض خسارتي فيهم، شوفي متى يصير، نقي أنت اللي بيعجبك، لك أسعار خاصة، أنت خاص نص. حقيقة تعال تعال، تعال مضيع كل دقيقة، تعال تعال، خوفي لبكرة بتفرقنا. دوك سمار اتركي من ايدك هلا بتوصخيهم. امي امي الله يخليكي، امي الله يوفقك، الله يخليكي، اعطيني التنوره امي الله يوفقك، ليك لورا شو حلو على راسي امي امي، خليني نلبق لها شي بروزه. شوفي طبعا استني لا تحكي ولكن شوفي عن جد ما حلمين مع بعض. لك بنتي حاج تخربطيني، عم ظبط حساباتي انا، تركيني حلي عني. لك بنتي انت الك معاش، بدك قطعه بتدفعي حقها. طيب امي باخذها بس بالتقسيط امي تقسيط. لا تفتحي علي هالبواب، اللي اول شرط اخر سلامه، معك بتاخذي، ما معك ما بيلزمك، خلصنا. خالتي لميت غسيلي وغسيلكم، بس انا ما بعرف بغراضكم لضبهم. امي يا امي مسحت اوضتك وضبيتها، ومسحت اوضتي وضبيتها، وهي الصالون كنسته، شلون راضيان علي؟ عبار بلغي ولا تنحشي ولا شيء. شوف شلون ظريف، حلوين كثير 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 اوريجينال، هيدا اللون مع هيدا معك. ايه يا لطيف شو حلوي على قولة فرحان. لك اتركي من ايدك هلا بينشقوا النمر شياتون. امي يا امي امسح لك الصالون يا امي. ايه معلوم بفيدك للمستقبل اذا تجوزت. هيك قلتك؟ ايه على عيني، بس بدي ترضي علي يا امي. هاي انت كمان تركي من ايدك بلا لوفكي، هدول جايبتهم لاترزق فيهم، بدي اعوض خسارتي. لا تقعدوا تفحلوا فيني. عوض عوض شوفي هدول ما حلوين، وخرج ادفع حقهم، ادفعي على فرحان، تعالوا وش شوي. ايه كثير حلوين لك بجنن، هيدا اللون انا بحبه كثير بجنن، بعدين هيدي الكنزه مع لا مش حلوين مش حلوين، يعني هن لونهم مش ضابط على بعضه. حلوين يعني بس مش الك حلوين. مشرشحين انت بدك تشتريهم؟ ما تشتريهم، اشتريهم مش حلوين. ما بعرف يا عمي شو ما بدك اعملي. امي يا امي اجي لك جليات يا امي. ما عنا جلي تقبرني. طيب اشطف لك برندة المطبخ يا امي. احمد شوفي شو القصه، شوفي ما في شيء ما في شيء. احمد في شي ابني وبعرفك، شوفي بصراحة يا أمي بدي أقدم على المعهد الرياضي وبدي ترضي علي يا أمي كمان. ايه روح من وشي. وين طولان؟ رايح أقدم على المعهد الرياضي. سلام. يلا خاطركم. أمي أمي وافقت أخده. امي بس راعيني امي، امي الله يخليكي امي امي امي. ايه خالتي راعيها. استني لاحسب لك يا حاكم، تغير سعر الدولار عن يوم ما جبته. ما يبلى ما يبلى ولا يتخ. تفضلي لجوا شوفي على المراية، تقولي مفصل عليكي تفصيل. يا سلام. ايه بس حاسسته ضيق من هون، ما بقدر بتنفس. لا مو ضيق ولا شيء، شوفي شوفي الكتف الواقف هلا اخر موضه، شوفي لي هالقماشه بتفت لي البلد كلها ما بتلاقي مثلها، شايفه؟ لا شو ضيق؟ ما لا ضيق ولا شيء. ظريف كثير، انا بصراحه جبت قطعتين منه، الي وحده والك وحده، بس احرجتني نوال واخذت قطعه. بس يا ام احمد غالي. لا مو غالي، ما بتوفي معي بنوب، انا عبر سهل عم اجيب الغراض، عم تبص عيوني بصل اجيب الغراض.
حلو كثير شايفه. معلش ام احمد، لما تجيبي شيء ثاني ببقى باخذ لي شيء قطعه، بصراحه ما كثير حاببته، وانت مغليه علي السعر. بيني وبينك بعد فصل هالسمكر يا الله لا يوفقوا، مالي عين اطلب من جوزي. بقديش بدك يا قطع بد؟ قولي لشو؟ حاجتك 5000. لا شو 5000؟ ما بتوفي معي، بالزول جبتهم ومرعتهم انا، شو عم تقولي لي انا 5000؟ رح احسب لك يا، بس هذا السعر ما بتقولي لحدا حتى لامتى يصير، خص نص امتى يصير بتلعي لانه، رح احسب لك يا واخصم لك فيه. ايه اذا انا رح حاسبك فيه ب 7320، قطع بت وبوشك على باب الصقاع، كثير حلو ما يبلى الهي ما يترخ. يلا مع السلامة، كثير لابق لي. خاطري ها؟ هي طقومة ولا بلا؟ لزقتها يا. بقى قال لي زت حالك بالمي. بقى أنا ما بعرف أسبح. زتيت حالك؟ زتيت حق غريت. لك شو زتيت حالي؟ طولي بالك، في واحد واقف جنبي سالته قلت له شو بدي اعمل لك انا ما بعرف سباح. قام قال لي اوعى زت حالك، في 10 علامات على الجرأة. بعدين هن بيعلموك سباحه. وبعدين؟ شو بعدين؟ قلت لحالي مو معقوله كل هالناس واقفين ويزكوني اغرى. زت حالك يا ولد، غمضت لك عيوني وسكرت انفي قلت يا الله يا وي. وغرقت غرقت. شو غرقت؟ فات بعد شي نص ساعة لقيت المي عم تبقبق من تمي وضايق نفسي وصوتي من بعيد عم يقول يا أمي. لك أحمد شوفي شو بدها؟ ناقصك شي؟ مو إليك أمي مو إليك، عم بحكي سيرة. إيه لا ترفعوا أصواتكم، خلوني أعرف أحكيها بالتليفون بقى، زووو. إيه اعتدال مثل ما قلت لك. إيه ما بتوفي، بتعرفي هي آخر قطعة جبتها أنا. أنت بتريديني إخصام؟ لا ما بتريدي اخصام. المشوار الجاي بكارمك تكرمي، بعمل لك سعر خاص على عيني وراسي. لا ما بتاخر، طالعه ايوه بهاليومين من الصبح للمساء بتلاقيني ابدا صرت قدامي. شو بدك توصيني بقى؟ لحظه لحظه اعتدال. سمار ورقه وقلم اوام على الترابيزه رايكم. عيني ايه والله. طيب هلا عوا، يعني اذا اجاك ولد شو بدك تسميه هلا؟ ما بعرف. عوا عوضين عوضين ظريف. واذا ولدين سميهم عوضين وحسنين، كثير ارمعه. كمل احمد شو صار؟ يا ستي بعد ما فتحت عيوني لقيت لك شي أربعة واقفين فوقي، واحد عم ينفخ بتمي والثاني عم يكبس على صدري والمي عم تزنبع. يلا والناس عم تضحك علي، صرت مسخرة. مبسوط أنت ما؟ شرشح عيلة بلاليش. هلا المهم أحمد بلب بالمعهد الرياضي ولا لا؟ ما بعرف، بدها كم يوم لتطلع النتيجة، بعدين فرحان قال في واحد قرايبه إيده طايلة بده يعمل لي واسطة. مع السلامة. فرحان؟ مش خطيبة؟ إيه خطيبة. شو جاب سيرته هلا؟ أحمد عم تخالفني؟ شو عمل أنت وياه مرة ثانية؟ أوعوا تكونوا عم تخططوا لي لمصيبة جديدة. ها لا امي لا مصيبه ولا شيء، بس فرحان طلعت ايده طايله، حيدبر لي واسطه بالمعهد الرياضي. ليش ما صرفت لي نظر عن المعاهد؟ لك ابني التفت للشغل بقى، انا حمدت ربي وشكرته انه ما طلع لك شيء بهي، شو اسمها التفاضل؟ المفاضله امي المفاضله. المفاضله انبسطتي؟ شو بتطلع فيها هي؟ بطلع فيها استاذ رياضه. ايه شي بهوي؟ لك انت خرج الرياضه، انت قنينة الغاز ما بتقدر تحملها، يا ما بدخل على فلان وعلى الثاني حملوا لي قنينة الغاز رياضه. ايه انت ما بتفيق للظهر، تعال اشتغل معي. لك شو بده يطلع لك باستاذ الرياضه؟ اشتغل معي احسن. شو بدي اشتغل معك يعني مهرب؟ مهرب؟ لا يا احمد اعوذ بالله، هذا مو تهريب، هذا استيراد وتصدير. استيراد فهمناها، جبتي اغراض وبعتيهم. طيب شو صدرتي؟ بكره رايحه على بيروت اخذي معي بضاعه. امي عن جد عم تحكي؟ عن جد عم تحكي رايحه على بيروت؟ عندك اعتراض بعدي؟ لا امي لا، بس بدي اوصيكي امي بالدولار. ما بخليكي ما بخليكي، ما في. طيب انت مو معقول. ما في. يلا فرحان لكم. اسمعي امي، اذا خليتيني روح بجيب لك معي اكله طيبه كثير. اكله طيبه؟ ايه؟ لا شو يعني؟ حطي كالوني يا حطي جاتو. جاتو؟ ايه تجيبي جاتو؟ اجيب لي جاتو. وعلى شوكولا؟ وعلى شوكولا. وكريم شانتيه؟ وكريم ليلتي عنه. يلا خليني. لا 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 ما في روحه ما في روحه. ابن الجيران بتعطيه بيجيب لنا جاتو. انا اعطيه؟ ايه انت كمان. ايه اسمعي لك،
اذا خليتيني اروح اشرب كاتو ما خليتني اروح اشرب كاتو. تعي اسمعك، حتى البيبي بدوها بده كاتو. اسمعي عم بحسه بده كاتو. ما في روحه، ما في روحه. اوكي ما في كاتو. سما الله يوفقك، بدي كاتو بس ما في روحه. مشان مشان البيبي. حرام عليكي، بيو مسافر يرجع بالسلامة. ما بدي روح، ما بدي روح، ما بدي روح. ما تروح عمي، ما بدي روح. ايه والقطو؟ بدي قطو؟ ما في قطو. حرام عليك، بتطلع بعين الولد. تصوري هيك الولد وبعينه قطوي. بترضيها انت؟ لا ما بترضيها. ليكي عوض، لا تحكي علي، انا ماني صغيره. وقت لوحه منتهى من زمان. بعدين بكره لما ترجع امي هي بتجيب لك القطو للبيبي. ليش قلت قدامي قطو؟ التمثيل. سمر، اذا خليتك تروحي بتجيبي قطو؟ بس انا ما عاد بدي روح، انا ما عاد بدي روح. شو ما عاد بدي روح؟ قومي قومي، بدك تروحي. ما بدي روح. مش على كيف بدك تروحي؟ قومي. الله يخليك، الله يبارك. قومي قومي لك، قومي. خلص بروح بروح، بس كرمالك. ها كرمالك انت، يعني كرمال هذا عوضيني. اسمعي شو، مش قطعتين ثلاثة. ثلاثة وين؟ بركي عندي اثنين. يلا حبيب بسرعة بسرعة. أبا اسمعي، بس ترجع أمك من بيروت ما تقولي لها إنه أنا خليتك تطلعي. سر بيناتنا حبيب. ليكي ساوي لك أخير. روحي. لا بدي خبي للقطو. شو احمد، ردوا ولا ما ردوا؟ يا سمار ما انا علي الخط، ما علي. هلا وقته، قال لي ربع ساعة بالكثير بيكون عنا. هلا صار له اكثر من ساعة. حول ولا قوة الا بالله. لك شو عوض، تخيلتيني لسه رايحة جاية مثل مكوك لحالك. اهدي شوي شو انا لسه نازلتيني. اف اف شو؟ ايه عم بقرا، عم بقرا لخالتي عشان ما حدا يشوفها. ايه قري لها، قري لها، بركي الله بجيبها بالسلامة. انا احسن شيء البس وهلا اسافر على بيروت. لا 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 بيروت احسن شيء انك ترجع تتصل بجيرانه مرة ثانية. اتصل احمد. شو الفرحان هاد؟ قال ايده طايلة وما عنده تليفون. يمكن اجى. الله استجب لي. انا فرحان ما بقدر خبي. اتو اتو، مرحبا سمار. هلا اجيت، كنت لا تجي احسن. طيب شو بدي اساوي؟ كان عندي لجنه. سمار شفت السياره اللي اجيت فيها؟ لا. تعي بورجيك اياها، تعي تعي سمار. ما باقي من هون. تعي 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 سمار. سمار سمار. شايفة السيارة؟ ليك ليك عم، هي الرنج المطعوجة. شو بك سمار؟ شو القصة؟ وين مرت عمي؟ كون صاير لها شيء؟ الله لا يقدر لك فاول. أنا عم فاول عليها؟ أحمد شو القصة؟ أمي سافرت على بيروت وعبنها تيجي بنفس اليوم، يعني امبارح. هاي صرنا اليوم وخلص النهار ولسه ما أجيت. هاي هي القصة؟ رعبتوني؟ شو قلت لحالي؟ أكيد صاير لها شيء. قعدت كمان؟ قعدت؟ يعني بدك يصير شيء ما؟ سمار ليش بتحبي الضوج؟ سمار حطيها بداني، الخبر السيء بوصل بسرعة. لساتك عم تفاول عليها، لساتك عم تفاول عليها، شو بدك وحدة ثانية مثل هي هون؟ ليك فرحان، جبناك لهون لحتى تساعدنا مو لحتى تذكرنا. لك يا سمار، طيب هلا هي وين بدها تكون؟ مو عند أختها؟ ما هيك مدام عوض؟ مبلا مبلا عند أمي. عند أمي؟ لا ايه ما بعرف ما بعرف، مش عند أمي. خالتي ضايعة يا ذني، خالتي ضايعة. لا ما ضايعة. مثلتنا هي فرحان، المشكلة انك انت مو فهمان القصة. شو القصة؟ القصة انه امي جايبة معها اغراض. معناها حماتي عم تهرب. ايه. يا حبيبي كمل النقل بالزعرور. شو نقل زعرور فرحان؟ شو بتقدر تسوي؟ ان شاء الله ما يكونوا مسكوه على الحدود. هي فيها سجن وغرامه. مزبوط فيها سجن وغرامه. مسكينه يا امي. لا تحكي هيك عواط،
لكن سمر لكن هاي فيها سجن وغرامي. لك شو غرامي؟ غرامي بمئات الالوف. لكن من دمك فرحان لا تحكي هالحكي. ان شاء الله بتكون يا امي بالف خير وسلامه يا رب. فرحان قوم دور عليها الله يخليك، ما فيك تسال عنها. كفيني بس لنعرف بالاول شو وين اراضيها. ايه الله يسلمك يا مرت عمي. شو هالعمله هاي؟ تهريب؟ لك تهريب؟ وشو؟ وبتقول لي استهراد وتصدير؟ من عيونك مبين انك شمتان فيها. ايه فرحان شمتان فيها. ايه انا ايه بس هي ما لقيت غير التهريب. ليش شو التهريب؟ كل العالم بيهربوا، اشمعنى عمي يعني؟ لك سمر لا تكذبي، هدي حالي. سمر انت ماني غشيمي، انت بتعرفي الناس اللي عم تهرب في حد يحاميها، امك مين الها؟ احمد بعد لي بعد لي. انا راح اتصرف هلا. ايه الو مرحبا ابو فؤاد موجود؟ اخي الله يرضى عليك بس ليجي قل له حماته لفرحان جاي من لبنان وجايب معه اغراض كثير، بركي بتسهلوا له اموره. ها؟ شو بدك بالعنوان؟ سجلوا سجلوا عين كرش خيرات بلاليش. لك معروفه؟ ايه سلمني علاي. الله معك كتر خيرك اخي. هاي تصرفت ماشي الحال. سمار لا تفتح الباب، اسألي لي مين بالأول. مين؟ أنا سمار افتحي. خبيني ما تعملي سمار. الله يوفقك سمار. خبيني هلا أمك تقتل الحق علي. خبيني مش عارفه تفتح Thank you.
على السلامة أمي. طيب ما خفتي تنلقطي؟ ما شافوك قديش محشية خراب؟ اسكت لك أحمد. هالكم ساعة ما بحسبهم من عمري بنوب، داق نفسي ولفقت، صار يزخني العرق زخ، منه شوبت من كتر الأواعي، ومنه قاعدة قلبي الهبة والدبة، ليقوم حدا يحاول يحكي له شي كلمة ويمسكوا لي هالأواعي اللي جايبتهم يصادروا لي إياهم. لك يلا شو بكون؟ ما تشرحوني رح اختنق. شو صار لك؟ استنى شوي، عواطي ابريني، قومي ساعدي بالتشليح الاواعي، بس ديري لي بالك على الماركات، اي رح اشتري لك شوي. طيب طيب. قوم يلا. قوم هيك. مين حزام؟ انا امين. اخذه برد؟ كثير. هات لي حمى. لك شبك هي؟ شيء امي ما في شيء، ما في شيء. امي يا امي يعني معقول ما يكون يعني كل الاغراض وما حاكوكي شيء؟ معقول؟ لك شبك انت الثاني؟ لا ما في شيء بس شكلت رقبتي. اسكت لك احمد. الظروف وقعتني بشوفير ابن حلال، قلت له الله يرضى عليك يا اخي، جايبه انا هالاغراض جهاز لبنتي وشويه طواصي، لكن لك فكره باذن الله على الحدود ما حدا بيحكي معنا ولا كلمه. قال لي لعيونك اختي كلهم اولاد حلال واصحابنا ولا يهمك، بس يعني بيناتنا بدنا يعني نعطيهم حلوان سكره سكره صغيره. قلت له ايه شو عليه؟ سكيكه جايبه من بيروت. سكيكه وينها؟ ايدك ايدك ما صدقتني. تركي تركي. لك شوفي شبكون، شوفي احمد. ما في شيء امي. المهم تسهلت، بس انا طول الطريق عم بقرا آية الكرسي وانفخ هيك لحتى وصلنا على الحدود، ما في غير الشوفير يمد لي ايده ويقول لي سكره خانو، وانا ناوله بهالسكره. بعدين لقيت حالي دافعت لي شيء 2500 ليره، قلت له خلاص خلاص عمي السكاكر خلصوا، خليهم يسلوا بشويه بزر، مو مستاهله الشغله. احمد تقبرني، شف لي ابو محمود السمان اذا فاتح نزل له هالكياس اللي جايبته معي من بيروت. لك شوفي احمد. ما في شيء امي ما في شيء. التقطت التقطت. مسكر ابو محمود امي مسكر. تقبرني لكان الله يرضى عليك، بكره من الصبح بتنزل له الكياس شيالته، راح احط لك اياهم هنيك على الطاوله انا، معروفين كياسه، بتفتح الكيس وبتسجل على الدفتر شو عم تعطيه، فهمت؟ لك شبكه شو صاير؟ شو في؟ ما في شيء. اجى فرحان بغيابي؟ لا لا خالتي ما حدا اجى ابدا ابدا ابدا. عوض لا تكوني عم تخبي علي. ها يه ليش بدي خبي عليكي؟ اجى سما؟ لا لا شو بدي اجي اسوي عنا امي؟ يعني ليكون رق قلبك عليه واتصلتي فيه، اوعك تكوني خطفتي رجلك بشي مشوار مشان تشوفيه، حاكم بعرفه بيلعب بعقلك اوقيت. لا لا امي لا لا ما بيلعب بعقلي ما بيقدر. لا امي امي فرحان بحبك كثير. تحبوا اللحمه بخل؟ معناتها عم تشوفي بغيابي؟ لا لا امي لا ما شفته، ما طلعت برات البيت، انا ما طلعت برات البيت، لو طلعت برات البيت كنت شفته. انا ما طلعت امي، طلعت عواد، طلعت انا شيء؟ ها؟ طلعتي طلعتي. لا لا ما طلعتي ما طلعتي. شو؟ احكي طلعت ولا ما طلعت؟ احكي قبل ما اقصف رقبتك ورقبتها. لا خالتي الله يخليكي، رح اقول الصدق، هي طلعت بس طلعت جبت ثلاث قطع جاتو واكلت نص واحدة. بس نسكتوا يحصف عمري. انا بفرجيك. روحي شوفي مين. انا بفتح امي انا بفتح. مين؟ تعالوا جباري. ايه جباري هذا انت ها؟ وانت بس هس هس وانت بس ام احمد ام احمد.
جرس ام احمد ام احمد ام احمد ام احمد ام احمد. لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.